شوفوا سبحان الله. شوفوا الكراب سبحان الله، معناها قزاز كيما نقولوا احنا بالار، طقس بالار، طقس بالار سبحان الله. شوفوا انا نمشي زايز في روحي وان شاء الله ما نزلقوش. طقس صراحة طقس خطير برشا، أنا ما نجمتش نمشي معناها مع الطفل الصغير بكروسة. باش تشوفوا معايا، شوفوا خطورة معناها الوضع. الطريق خطير برشا، كيما نمشي كي تبدا تمشي لازمك ترد بالك. سبحان الله كاين واحد قاعد يتزحلق يلعب هوني، توري المهارات نتاعك الثلجيه في التزحلق. نمسي ونسايس في روحي على خاطر الزلقة بفلقة. الحمد لله مشيت نجيب في القضية كيما تشوفوا، مشيت نجيب في القضية، ولكن صدقوني معناها ولت نتزحلق وشدت روحي الحمد لله لاباس. استرني ربي. الطقس بصراحة الطقس هو عادي، ولكن الثلج، نزول الثلج بالطريقة هذه هو عمل المشكل. وانا توا باش نروح للدار وان شاء الله نوصل لاباس. المهم اعطيوني كومنتارات نتاعكم، قولوا لي شقولكم في الطقس نتاع اليوم، واللي يعيش في اوكرانيا كيف يقول لنا شنو الاجواء اليوم. والحقيقه الطقس بارد. الحمد لله ها بداو ينقصوا، معناها يقسموا في الكومبلكس. التزحليق ان شاء الله ما نزفوش.
نزلكوش. شوفوا البلار، معناها سبحان الله طقس بلار. المهم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعدنا بسلام الى المنزل. كما تشوفوا نحل الباب ونتوكل على ربي. المهم ان شاء الله تكونوا بخير. الطقس اليوم في اوكرانيا كما شفتوا معناها فما شويه رحلات اتلغت معناها من مطار جولياني حسب ما شفت، ولكن المهم ما زلنا مواصلين. ما تنساوش كالعاده تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك على الفيديو، دعمكم مهم برشا. مرحبا بكم الناس الكل، نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. بسلامه، باي باي.